برحب بحضراتكم من جديد. والحقيقة أنه كابتن أحمد الشيخ فعلا واحد من أهم اللاعبين الموجودين في نادي الأهلي، وساهم بشكل كبير قوي في تتويج النادي بالدوري، وكان دايما حاضر بقوة في كل المرات اللي احتاجوا فيها المدير الفني، وفي كل ماتش نزل فيه كان مؤثر جدا، ومن أكتر اللعيبة اللي تطورت تحت قيادة فايلر، وكمان من أكتر اللعيبة اللي الجمهور الحقيقة الفترة دي بيمدح فيها جدا، وجمهور حاطط عليه أمل كبير قوي، زي ما كان حاطط عليه أمل كبير قوي بطولة الدوري وحسم بطولة الدوري، والحمد لله حصلت كمان في بطولة أفريقيا واللي هي الهدف الأهم. منورني يا كابتن أحمد، ألف مبروك طبعا وشرفتونا، وكان يعني أداء ونتيجة وحاسمين الدوري قبل 7 أسابيع كمان من نهايته. والله الحمد لله. الأول طبعا أنا مبسوط أن أنا موجود معاك النهاردة، ومبسوط أن أنا موجود في قناة النادي الأهلي، وببارك لجمهور النادي الأهلي. والحمد لله يعني البطولة محببة لينا والجمهورنا، وبإذن الله نوعدهم إن شاء الله أفريقيا بإذن الله السنة دي تكون من نصيبنا برضو إن شاء الله. كل اللي بيقابلك بيكلمك على أفريقيا كده؟ هو تقريبا الناس كلها يعني أنا حاسس إن مفيش فرحة، يعني حاسس إن مفيش فرحة بسبب إن الناس كلها فعلا عايزين أفريقيا. هي فإن شاء الله يعني إن شاء الله نتمنى بإذن الله، يعني إحنا مركزين حققنا هدف الدوري، وعندنا الهدف بقى الأكبر اللي هو الهدف الأهم إن شاء الله لينا ولجمهورنا اللي هو أفريقيا بإذن الله. أكيد طبعا كل جمهور فرحان وفرحان بالدوري، بس زي ما قلنا كده قبل ما نبدأ الحلقة يا كابتن، تعودوا على الدوري صح. جمهور الأهلي طبعا معودهم، الأهلي معودهم دايما على فكرة بطولة الدوري بتاعتنا، فيمكن دلوقتي الهدف هو أفريقيا. بس خلينا نتكلم أكتر عنك يا كابتن، وعن أنه يمكن الفترة دي هي أكتر فترة أنت لعبت فيها مباريات. من الواضح أن في كيمستري كده بينك وبين فايلر، يعني إزاي التطور ده حصل؟ يعني مستر فايلر بيتعامل معاك إزاي؟ أنت شايف أكيد التطور اللي حصل تحت قيادة فايلر خصوصا مع أحمد الشيخ. زي ما قلت فعلا الحمد لله، يعني الفترة دي تقريبا اكتر فتره لعبت فيها وشاركت فيها مع الفريق، وده يعني راجع لنتيجه الحمد لله الواحد شغال على نفسه بشكل كويس جدا، وكمان يعني مساعده الجهاز الفني ليا، وكمان مسانده الجمهور، ده شيء مديني دافع كبير جدا ان انا اكون موجود واكون احاول اطور من نفسي واشتغل على نفسي اكتر. والنقطه الاهم بقى المدير الفني بيشتغل على العامل النفسي بشكل كبير ومع اللعيبه كلها، فده فعلا فارق معايا بشكل كبير والحمد لله. بس من الواضح فعلا انه الحته النفسيه دي عند فايلر ممكن نقول زي مثلا كابتن ايهاب جلال شويه بالظبط نفس المدرسه. وكل طبعا كل مدير فني بيكون ليه مدرسه مختلفه وبيكون ليه طريقه تفكير مختلفه، في ممكن مدربين بتحب انها تكون قريبه من اللعيبه، في مدربين تانية بيكونوا يعني ممكن ما بيقدروش، هي بتبقى شخصيات طبعا يعني. لكن لا، مستر فايلر قريب من اللعيبه كلها واللعيبه كلها حباه يعني. الناس كلها واخده بالها برده يا كابتن انه احمد الشيخ راجع من فتره كورونا او فتره التوقف بدنيا اعلى، رجلك ثابته في الملعب اكتر، يعني ازاي كنت فتره كورونا دي بتتعامل؟ ازاي قدرت تحضر كويس قوي بعد فترة التوقف؟ أنا عايز أقول لحضرتك، أنا قبل أصلاً ماجد معاك النهاردة، إحنا واخدين أجازة النهاردة من التمرين، أنا جاي من النادي يعني جاي من كنت بتمرن لوحدي، فده اللي فارق معايا يعني الحمد لله رب العالمين، ده اللي فارق معايا بشكل كبير. إن فترة الكورونا كلها طبعاً مفيش يعني كلنا قاعدين في البيت، لكن كنت بشتغل على نفسي، بشتغل تمارين في البيت، أكيد طبعاً مش هكون زي التمارين في الملعب، لكن الحمد لله يعني لما رجعت كان في ان انا يعني عملت الحمد لله عملت فورمه كويسه، ان انا مظبط اكلي ومظبط نومي ومظبط يعني عامل سيستم لنفسي كده الحمد لله فرق معايا، ومركز بقى في تمريني اكتر، وزي ما قلت لك ان انا مفيش اي اجازه باخدها، يعني كل الاسبوع تقريبا الشهر كله انا بتمرنه، حتى لو الجهاز الفني يعني ادانا اجازه لا ما بريحش وبشتغل على نفسي، لان هو ده الطموح اللي عندي وهو ده الهدف اللي عندي، ان انا ما عنديش حاجه تانية غير ان انا اشتغل على نفسي. اكيد. طب كابتن، يعني يمكن كنا ملاحظين الفتره اللي فاتت انه قد ايه كان في هجوم على النادي الاهلي يمكن من بعض الاعلاميين او غيره، ازاي كنتوا بتتعاملوا مع ده؟ يعني ده كان في نوع من الضغط مأثر عليكم او حاجه، ولا خلاص انتوا قافلين على نفسكم مركزين ان في مباريات دوري وفي بعديها افريقيا
الصحية، ازاي كنتوا بتتعاملوا مع النوع ده من الهجوم، اللي خصوصا ان هو كان زيادة شوية الفترة اللي فاتت؟ يمكن نادي الاهلي طول عمره معرض لهجوم، لكن كان زيادة شوية الفترة اللي فاتت. بالضبط زي ما انت قلت، يعني ضريبة النادي الاهلي ان هو يعني رقم واحد دايما، فاكيد في اكيد لازم يكون لي يعني في ناس مش حابة ده، بتلاقي في بعض الناس طبعا بتنتقد اي تصرفات بتحصل، مع ان ممكن تصرفات بتكون طبيعيه جدا وبتحصل في اي مكان في العالم، لكن طبعا مع النادي الاهلي الموضوع بيتضخم. لكن احنا كلعيبه وجهاز فني ومسؤولين بنحاول ان احنا نبعد عن كل الكلام ده، وعندنا هدف وعندنا هو مركزين على حاجه واحده، والحمد لله بنقدر ان احنا نرمي ورا ظهرنا الكلام ده كله وبنركز في شغلنا. يعني بس من الواضح كمان انه قد ايه اللعيبه كلها كانت مع بعض، يعني في روح كده اللي هي معروفه في روح الاهلي، انه حتى لو في مشكله ما كانش بيبان في المباريات كانت بتتلم على طول، صح كده؟ بالظبط. فده كان الحقيقه كان باين جدا. خليني برضه اسالك يا كابتن، انه قد ايه فكره فوز بالدوري مع النادي الاهلي في موسم ممكن نقول عليه صعب؟ يعني انتوا حاسمين الدوري قبل 7 جولات، ولكن الموسم برضه والظروف اللي اتحط العالم كله فيها وكورونا وفتره التوقف وغيابات كتير مؤثره الحقيقه في الفريق يا كابتن، قد ايه ده كان صعب ومع ذلك برضه حسمتوا الدوري بدري جدا؟ اكيد طبعا دي حاجه يعني بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا، ان احنا يعني ربنا كرمنا وحسمنا الدوري بدري عن يعني قبل 7 جولات من انتهاء الدوري، فدي طبعا حاجه مش قليله وحاجه مش سهله. يمكن الدور الاول الحمد لله ان احنا كنا ظاهرين بشكل كويس جدا قبل فتره توقف الكورونا، كنا ماشيين بفورمه ماتشات عاليه جدا، النتائج كلها الحمد لله كنا عاملين نتائج كويسه جدا، الناس كلها الجمهور كان مبسوط. فتره الكورونا طبعا لما جت علينا اكيد طبعا ان اللعيب يبعد عن الملاعب 4 شهور من غير تمرين من غير اي حاجه هتاثر علينا بشكل كبير يعني. فده اللي حصل في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي مع كمان كميه الاصابات اللي موجوده، اكيد ما فيش شك لازم بيحصل دروب، ده طبيعي جدا في كل فرق العالم، لكن الحمد لله يعني الفرق الكبيره او الفرق اللي عندها شخصيه زي النادي الاهلي وزي لعيبه النادي الاهلي بتبقى مهم جدا ان احنا بنشتغل ان احنا ال 30 لعيب او كل اللعيبه اللي موجوده في القائمه بيكونوا على يعني على قلب رجل واحد، اي حد موجود بيسد مكان اللي مش موجود، فدي طبعا يعني ده اللي بيخلينا مختلفين تماما عن اي فريق تاني، يعني مع احترامي طبعا للجميع. اكيد اكيد. طب ازاي كان بيكون التعامل يا كابتن مع لو في لاعب بعينه مثلا بيتعرض لهجوم معين او انتقادات او انه اداؤه ما كانش كويس الماتش ده ولا الماتش ده، انتوا كلاعيبه كان بيبقى دوركم ايه مع اللاعب ده؟ بص، هو ما فيش حد ما سلمش من الموضوع النقد، عشان بس نكون صراحة مع بعض، من اصغر لعيب بتبقوا متفاهمين ده يا كابتن؟ بتبقوا متفاهمين انه ده لمصلحه اللاعب ولا بتاخدوه بشكل؟ لا بالعكس، احنا متفاهمين وبنقدره وبنحترم كل نقد لاي لعيب بنحترمه، لكن النقد اللي هو البناء، النقد اللي هو باحترام. يعني انا ما عنديش اي مشكله، انا هتكلم عن نفسي انا، يعني اتفضل. انا ما عنديش اي مشكله خالص لما حد يكتب لي كومنت او يبعت لي مثلا رساله او يقابلني في مكان يقول لي انت ناقصك كذا، اشتغل كذا، الكلام ده كله بالعكس ده بيسعدني، لان هو في الاول وفي الاخر مصلحته ان انا ابقى كويس عشان النادي اللي بيشجعه او الفريق اللي هو بيشجعه يكون في احسن حال، فبالعكس ده بيخليني اكون مبسوط ان الناس أكيد. مهتمه، الناس حابه ان هي اكون احسن من الفتره اللي انا فيها، فده بيبقى شيء طبعا بيبقى شيء كويس جدا لينا كلعيبه. لكن اللي بيضايقنا هو عدم الاحترام او ان النقد يوصل لسب وسيره اهل وسيره الحاجات دي كلها بتبقى غير مقبوله. بالظبط، لان هو لو حط نفسه مكاننا مش هيتقبل نص كلمه يعني. طب ولما كان في لاعب بيتعرض للنوع ده بقى من الهجوم كان ازاي التعامل بيبقى معاه؟ كل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي لعيبه شخصيات قويه جدا،
يعني عايز اقول لك ان ممكن ممكن نتضايق شويه من الكلام، لكن الكلام اللي هو يعني زي ما قلت ان هو بيكون كلام حد قوي يعني، لكن الكلام اللي هو الطبيعي لا عادي، ما فيش حد بيزعل من الكلام ده. ممكن يعني نتضايق شويه، لكن احنا كلاعيبه في النادي الاهلي معرضين، ده ضريبه اي حد موجود في النادي الاهلي هيكون يعني متاح للنقد من الجميع. فاحنا هدفنا ان اهم حاجه ان احنا نعمل اللي علينا ونشتغل، نشوف ايه اللي ناقصنا ونشوف ايه كلعيبه يعني ايه اللي احنا مقصرين فيه وبنشتغل عليه، وبناء عليه يعني بنشوف الجوانب اللي المفروض ان احنا نركز عليها ونشتغل عليها، وده اللي بنعمله. طب وانت كأحمد الشيخ شايف ايه اللي المفروض تشتغل عليه قوي الفتره اللي جايه قبل بطوله افريقيا؟ لا ده بيني وبين نفسي يعني. لا بس هو كل يوم طبعا، كل يوم الواحد لازم يعني يكون عنده احساس كده ان هو لسه ما عملش حاجه يعني، لان لو احساسي وصل ان انا خلاص انا كده مكتفي، انا موجود في نادي كبير زي النادي الاهلي خلاص، انا كده مش عايز حاجه تاني، يبقى هتفضل محلك سر، هتفضل عند النقطه اللي انت وصلت لها، ويمكن كمان ما تقدرش تطلع بعد كده يعني. لكن بالنسبه لي انا بشتغل على نفسي، بشوف الجانب مثلا البدني، الحاجات الفنيات مثلا، المدرب بيطلب مني حاجات معينه بحاول ان انا انفذها وبشتغل عليها، ده مهم جدا لاي لاعب. طيب كابتن، يعني يمكن برضو انت لعبت في مصر المقصه وكنت متالق، ولكن برضو لازم اسالك، هو بالنسبه لك انت ايه الفرق اللعب في النادي الاهلي عن اي نادي تاني؟ ايه اللي بيميز النادي الاهلي من وجهه نظرك انت كلاعب؟ طبعا مع احترامي طبعا لنادي المقاصه، ده في الاول وفي الاخر ده بيتي فعلا طبعاً. وانا مهما اتكلمت عنه وعن الناس المسؤولين وعن الجهاز الفني وعن الناس كلها اللي موجوده مش هديهم حقهم أكيد. لكن طبعا الوضع مختلف يعني. النادي الاهلي يعني نادي اكبر نادي في الشرق الاوسط وعلى مستوى العالم، فاكيد طبعا الجمهور اللي موجود والمسؤولين والناس كلها شايفه ان النادي الاهلي رقم واحد، اي بطوله بنبقى موجودين فيها بيبقى علينا ضغط كبير جدا ان احنا لازم ناخد البطوله دي، هو امر يعني خلاص انت موجوده في النادي الاهلي يبقى لازم تشتغلي على ان اي بطوله تدخليها لازم تكون البطوله دي موجوده في النادي الاهلي، وهو ده الفرق ممكن عن الانديه الثانيه. الانديه الثانيه ممكن شويه بيكون الجمهور طبعا بيبقى بنسبه اقل، بيكون طبعا ما فيش بطولات كتيره، بيشاركوا مثلا في دوري او كاس، ده طبعا مختلف عن النادي الاهلي. النادي الاهلي بيشارك كل سيزون اكتر من ست بطولات، فاكيد طبعا الوضع مختلف بشكل كبير يعني. شايف ان انه تاجيل افريقيا لشهر اكتوبر في صالح الفريق ولا لا؟ بشكل كبير لان عندنا ناس لعيبه مصابه كتير جدا، عندنا كمان احنا بنلعب كل 3 4 ايام مباراه يعني. احنا الحمد لله حسمنا الدوري، هيفرق معانا الفترة اللي جاية دي، هتفرق معانا جدا. الجهاز الفني اكيد عنده سيناريو ان هو اللعيبة اللي هي لعبت فترة كبيرة تريح شوية، بالظبط تريح شوية، ده طبعا هيكون يعني بشكل كبير هنكون مستفيدين من الفترة دي، واتمنى ان شاء الله اللعيبة المصابة ترجع باذن الله احسن من الاول، وتقدر ان هي تفيدنا وتفيد اللعيبة اللي موجودة، ونقدر ان شاء الله نحرز وناخد بطولة افريقيا باذن الله. باذن الله. يمكن بطولة الدوري ده بذات الموسم ده، يمكن عايز اسالك برضو ايه اكتر ماتش كان بالنسبة لك هو اصعب ماتش، واكتر ماتش انت كنت مستمتع ومبسوط وانت بتلعب فيه؟ يمكن كل ماتش لينا بيكون صعب جدا، لان اي فريق بينزل قدام النادي الاهلي بيكون تركيزه 200% مش 100%، ويعني وده وضع النادي الاهلي ووضع الانديه الكبيره طبعا، ده شيء طبيعي. لكن يمكن من ماتشات الواحد بيكون مبسوط فيها الماتشات اللي هي فيها كوره، فيها اللعب فيها مفتوح،
وفي فرق كتير بصراحه، يعني في فرق كتير الواحد بيتبسط لما بيلعب قدامها، زي المقصه، زي دجله، زي الاتحاد، زي طبعا الزمالك. يعني في ماتشات كتيره جدا الواحد بيكون مبسوط وهو بيلعب، لان طبعا طول ما اللعب مفتوح احنا كلاعيبه بنحب طريقه اللعب اللي بتكون كده اكيد. لكن يمكن فتره من بعد فتره التوقف والرجوع، طبيعي يا كابتن احمد ان كل فرق العالم يبقى فيه يعني المستوى ما يبقاش لسه، يعني لسه مش زي قبل فتره التوقف، لسه اللعيبه بقى لها 4 شهور ما بتلعبش، لكن برده كان جمهور الاهلي في كل ماتش بيطالب، حتى لو الاهلي بيكسب، لا الاداء، احنا عايزين الاداء احسن، لا عايزين اللاعب ده يبقى احسن. ده كنتوا شايفينه ازاي او بتتعاملوا معاه ازاي؟ انا شايفه طبيعي جدا، لان النادي الاهلي عود جمهوره دايما ان رقم واحد في كل حاجه، صح، اداء، نتائج، بطولات. وده اللي انا حاسه، يعني انا قلت لك ان يعني مش حاسس قوي بفرحه الناس بالدوري ده. طبعا الناس مبسوطه وكل حاجه، بس برضو مش هي الفرحه اللي هي ان احنا نستحقها بصراحه، لان احنا كلاعيبه احنا تعبنا، ويمكن الناس في الكواليس ما تعرفش قد ايه احنا بنتعب وبنبقى مركزين في كل ماتش بنلعبه. لكن طبعا احنا طبعا عاذرين الناس، لان الناس هدفها هو بطوله افريقيا، وان شاء الله بنوعدهم باذن الله ان احنا نكون عند حسن ظنهم، وبطوله افريقيا تكون باذن الله لينا، يعني ان شاء الله باذن الله. بما انك يا كابتن يعني يعتبر خلاص دلوقتي لاعب قديم، يعني في لعيبه لسه جايه جديده، كهربا، قفشه، بودجي، بس الحقيقه احنا شفناهم بيتاقلموا بسرعه قوي، ازاي انتوا كلاعيبه قديمه كده قدرتوا تحتوهم ونشوف الصوره دي كان اللعيبه دي بقى لها كتير قوي في النادي الاهلي؟ بالظبط ده اللي بيحصل مع اللعيبه كلها، يعني ده اللي حصل معايا برده من 6 سنين. يعني انا يعني بقالي 6 سنين في النادي، ويعتبر من اللعيبه القدام في الفرقه. نفس اللي حصل معايا بيحصل مع كل اللعيبه، اللي حصل مع كهربا، اللي حصل مع قفشه، مع بادجي، مع كل اللعيبه. اللعيبه في النادي الاهلي، احنا في اوضه اللبس كلنا واحد، كلنا اخوات. يعني مش بنحس ان فارق مين يلعب اساسي. بالظبط وده اللي مميز النادي الاهلي بجد، يعني ده مش كلام، لا دي يعني في ممكن الناس مش شايفه ده في اوضه اللبس. اللعيبه الكبار او اللعيبه القديمه اللي موجوده بتحتوي اللعيبه كلها، اللعيبه الصغيره، اللعيبه اللي هي لسه داخله علينا. يعني بنحسس ان اللعيبه اللي لسه داخله علينا ان ما فيش اي فرق بين لعيب والتاني. انتوا موجودين في النادي الاهلي، هو قدركم انتوا موجودين في النادي، يبقى كلنا نشتغل ويكون هدفنا واحد، وهدفنا هو مصلحه الفريق. وده اللعيبه كلها شغاله عليه. وطبعا نوعيات اللعيبه اللي بتيجي النادي الاهلي بتبقى مختلفه شويه. يعني اعتقد يعني كل اللعيبه اللي موجوده عندها شخصيه البطل، شخصيه النادي الاهلي، فده بي 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 بيسهل عليهم شويه برضو ان هم يكونوا يعني بيدخلوا مع التيم بشكل كبير وبشكل سريع. اكيد. يمكن كنا بنتكلم كمان ان الموسم ده كان موسم صعب على كل الفرق، عايزه برضه اعرف منك كان دور مجلس اداره الاهلي والجهاز الفني ازاي في ان هو يدعمكم في وقت صعب زي ده. عايز اقول لك ان الكابتن خطيب ومجلس اداره والجهاز الفني على طول، يعني تقريبا كل اسبوعين مثلا لازم في اجتماع، بيتكلموا معانا على طول ان هم في ظهرنا، ان هم اي احتياجات الفريق هتكون موجوده. فده طبعا بيبقى بالنسبه لنا احنا كلعيبه لما بنشوف الكابتن خطيب ومجلس الإدارة على طول بيدعمونا، فأكيد ما فيش شك طبعا بنحاول ان احنا يعني نشتغل على نفسنا ونسعد الناس دي، ونسعد اولا طبعا جمهور النادي الأهلي. فما فيش شك طبعا يعني ليهم دور كبير جدا كمجلس إدارة وجهاز فني وجهاز، والكابتن سعد عبد الحفيظ طبعا عامل دور كبير جدا معانا. فأكيد طبعا ما فيش شك يعني فارق جدا مع اللعيبة. اكيد يا كابتن. طب احنا كنا بنتكلم على قد ايه يعني جمهور الاهلي بيطالبكوا ببطوله افريقيا، وانت وعدتهم اهو مرتين على الهواء باذن الله ببطوله افريقيا، بس انت شايف انه ممكن يكون المطالبه دي او انه قد ايه الجمهور مستني بطوله افريقيا، شايف ان هي يمكن كنا بنتكلم على ده في الحلقه، ممكن تكون بتمثل ضغط او بتشكل ضغط على اللعيبه الكلام كتير في الموضوع، ولا يمكن بيدي حماس اكتر للعيبه الاهلي قبل بطوله افريقيا؟
لا بالعكس، هو الـ يعني الجمهور دايما، يعني احنا طول ما احنا موجودين في النادي الاهلي احنا تحت ضغط في اي بطوله في اي ماتش، احنا موجودين تحت ضغط كبير جدا، لان يعني اكتر من 50 60 مليون مشجع للنادي الاهلي موجود في مصر، غير طبعا في الوطن العربي كله في العالم كله، فاكيد طبعا الناس دي كلها بتبقى عايزه النادي الاهلي في اي بطوله في اي ماتش، هي حاطه هو سيستم واحد ان البطوله دي ان شاء الله بتاعتنا، فاكيد طبعا احنا عارفين وحاسين بالمسؤوليه، وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم، فانا اتمنى ان الجمهور دي يكون داعم للعيبه الفتره اللي جايه دي. خلاص احنا قربنا خلاص على مباراه الوداد، فاتمنى ان شاء الله ان احنا نكون مستعدين ليها بشكل كويس جدا، ما نحطش على نفسنا اي ضغوطات، الجمهور طبعا كعادته يعني يكون داعم للعيبه، ودور الجمهور باذن الله يكون مهم جدا في مشوارنا باذن الله في افريقيا ان شاء الله. يمكن كمان بمناسبه الدعم المعنوي، كمان كنت بتكلم معاك قبل الحلقه على مؤمن زكريا، وانه الدوري ده اهداء لمؤمن زكريا، وان انتوا كلعيبه وكجهاز فني وكمجلس اداره اتعهدتوا انه هو يكون لمؤمن زكريا ووفيتوا بالوعد ده. ازاي قد ايه كان مأثر جدا ان هو يجي ويزوركوا؟ كابتن سيد عبد الحفيظ قال قبل مباراه الاسماعيلي ان هو كان الحقيقه اللي اداكوا الدافع المعنوي الكبير، وظهرتوا الحقيقه بشكل رائع في مباراه الاسماعيلي، ازاي ده كان مأثر لما كابتن مؤمن زكريا جه وبقى في وسطكوا؟ الاول طبعا بنتمنى له السلامه، وبنتمنى ان شاء الله يا رب ان هو يرجع بالف سلامه قريب جدا ويكون احسن من الاول باذن الله، وانا بهدي له الدوري ده وكلنا بنهدي له الدوري ده، والحمد لله يعني مؤمن يعني انا شخصيا بحبه جدا قبل ما يكون زميل في الملعب، او على المستوى الشخصي قريب مني جدا، واحنا يعني زي اخوات عشرة في موجودين في النادي الاهلي من 6 سنين، ف يعني انا كنت زعلان عليه جدا وكلنا زعلانين عليه جدا، يعني مصر كلها زعلانه عليه ومصر كلها بتدعي له، فاتمنى ان شاء الله انه يرجع بالسلامه، واكيد طبعا دور مؤمن زكريا معانا على طول، مش الموسم ده بس، مدينا طبعا دفعه معنويا خاصة الدوري ده، لما جانا قبل ماتش الإسماعيلي فعلا فرق معانا بشكل كبير، والحمد لله يعني ربنا وفقنا وكسبنا ماتش الإسماعيلي وأدينا بشكل كويس وأهدينا الفوز والدوري لمؤمن زكريا. أكيد بنتمنى له الشفاء وإنه يرجع لنا بألف سلامة، بس عايزاك تقول ألو يا كابتن. ألو ألو يا نهار ابيض. يا عموحه معانا قمح الدولي المشجع الاهلاوي، الحقيقه هو من كبار معجبي وبيحبك قوي يا كابتن احمد الشيخ. يا حبيبي ازيك يا قمح؟ علي صوتك شويه، ما تتكسفش، علي صوتك شويه. علي صوتك يا قمح. انا صراحه انت اللي حبيبي يا قمح. يا كابتن احمد تقول ايه يا قمح لكابتن احمد الشيخ كده بعد ما جاب لنا الدوري هو وكل طبعا لعيبه النادي الاهلي؟ انا عايز اقول له مبروك الدوري. الله يبارك فيك يا حبيبي. مبروك الدوري يا احمد، وعظيم افريقيا يا رب يا قمح. ادعي بس كتير، ادعي الفتره دي كتير يا قمح. ما شاء الله بيصلي وما بيسيبش فرق. ما شاء الله. انا محمد اول صليت العشاء ولا لا؟ حبيبي يا عم حبيبي. انت نمبر واحد، انت اخويا ونمبر واحد. حبيبي يا عم. بقول لك ايه؟ الجمهور بيكلمني بيقول لي قمح ما عملش صفقات لحد دلوقتي. شهر واحد؟ شهر واحد يا قمح؟ قمح جايب نص اللعيبه اللي موجوده دلوقتي، هو وكيل اللي عمله. طبعا طبعا صح يا قمح؟ يلا ما عجبك برشلونه بقى. برشلونه؟ محمد اهو. قمح شايف ازاي كده تطور كابتن احمد الشيخ خصوصا الفتره دي؟ يعني الناس كلها بتتكلم على قد ايه متالق مع النادي الاهلي اكتر من اي وقت قبل كده.
هو كابتن احمد كويس وبنت. انت نجم. انت ليه نجم؟ انت حبيبي. شكرا يا ام احمد. وانا جاب كويس. خلاص يا ام حبيبي وقتك خلص يا ام. نورتنا يا ام. كابتن شخصية جميلة جدا جدا وبشوفه دايما كومنتس على طول، مش سايبكم في اي بوست على السوشيال ميديا. قريب من اللعيبة كلها وشخصية جميلة وطيب جدا وما بيسيبش فرد يعني، عشان كده بتقول له يدعيلنا. اه بجد يعني انا بحبه جدا وربنا يحفظه ان شاء الله ويخليه. يا رب. بمناسبة بقى أمح ومناسبة الجماهير يا كابتن، شايف ان غيابهم عن المدرجات ما أثر قوي صح؟ اكيد طبعا، اكيد بشكل كبير يعني. انا عايز اقول يمكن الاجيال اللي قبل كده كانوا محظوظين ان هم بيلعبوا وسط جمهور النادي الاهلي بالشكل ده يعني. انا يمكن وعيت على النادي الاهلي شايف الجمهور قبل، طبعا قبل ما يتمنعوا من المدرجات والماتشات. لا في الوضع مختلف، الوضع مختلف يعني. كنت بشوف ماتشات كتيره جدا الاهلي بيكسب بسبب الجمهور يعني، ممكن يكون الاداء صح. مش حلو قوي صح. لكن الجمهور تعرف يا كابتن، يمكن الفتره اللي فاتت اللي كان فيها هجوم كتير دي كانوا دايما يكتبوا لنا كومنتس انه ما هو كل ده بيحصل، الناس دي قدرت دلوقتي تتطاول على النادي الاهلي عشان انتوا مش فاتحين المدرجات، افتحوا لنا المدرجات ومفيش حد هيقدر يتكلم كلمه على النادي الاهلي. ممكن، لكن طبعا جمهور النادي الاهلي محترم جدا وواعيين جدا وعارفين جداً. وعارفين هما بيقولوا ايه وعارفين امتى يدعموا النادي، بس ما بيقبلوش يعني فعلا كلمه على النادي. طبعا طبيعي يعني، طبيعي جمهور النادي الاهلي دايما كده. واتمنى يا رب ان شاء الله ان هما في يوم من الايام يعني، انا نفسي يعني يعني يرجع الجمهور تاني للمدرجات. ايه رايك في الفيديو ده يا كابتن؟ في عيد ميلادي ده انا وامح ده في البيت عندي، كان زوجتي وامي عاملين واخواتي عاملين لي شخصيه تانية بره الملعب يا كابتن احمد. اه شويه بن هادي كده بس لا شخصيه تانية. لا والله يعني الواحد بيحاول طبعا مع اهل بيته ومع اصحابه بيكون مختلف شويه عن الكارير طبعا بتاع كره القدم يعني. ده كابتن احمد الشيخ بيرقص مع امح في عيد ميلاد. طيب كابتن، كنا بنتكلم على جمهور الاهلي، طب شايف ايه اللي بيميزه عن اي جمهور تاني، جمهور الاهلي بالتحديد؟ لان انا دايما شايف ان جمهور الاهلي يعني بالمثل اللي هم بيقولوه فعلا على الحلوه والمره معاه، هم على المره قبل الحلوه صح. فده اللي مميز جمهور النادي الاهلي، ده اللي مخليهم مختلفين على طول يعني. اي حاجه لا قدر الله، اي خساره، اي انا شفتها بعيني يعني. انا يمكن ماتش سان داونز اللي خسرنا فيه الموسم اللي قبل اللي فات يعني، عايز اقول لك انا طبعا ما شاركتش ما كنتش موجود في افريقيا، لكن شايف بعيني وفي موجود في الملعب دعم غير طبيعي. وعندهم يقين ان احنا السنه اللي بعدها ان احنا لازم بطولة افريقيا دي هتكون لينا، وسبحان الله يعني ربنا يكرمنا في مشوارنا لحد ما نقابل نفس الفريق اللي كسبنا. ويشاء ربنا ان احنا نلعب ضد سان داونز تاني ونكسبهم يعني، ويعني بشكل يعني محترم جدا، والجمهور كان مبسوط والجمهور كمان كان معانا، موجود معانا في المباراه طبعا اللي كانت موجوده في مصر، وكان دعم لينا بشكل كبير جدا. والحمد لله احنا موجودين دلوقتي في قبل النهائي، فده طبعا اللي مخلي النادي الاهلي دايما رقم واحد وجمهور النادي الاهلي رقم واحد اكيد. طب كابتن، يمكن كنا بنتكلم على صعوبات الدوري الفتره دي، بس برضو بنتكلم فكره انه ازاي اللعيبه قدرت تحافظ على حماسها بالرغم من انه يعني الدوري يعتبر كان محسوم من بدري شويه، وبالرغم من فرق النقط ازاي قدروا ان هم يحافظوا على حماسهم، انه يعني يحرصوا ان هم كل ماتش ما يخسروش نقط يعني. الشناوي بسم الله ما شاء الله 20 ماتش كلين شيت ما شاء الله، فازاي اللعيبه قدرت تحافظ على حماسها الفتره دي انه نفضل مكملين بالرغم انه الفرق النقط كبير قوي؟ لاننا كلاعيبه كان هدفنا ان احنا لازم نخلص الدوري قبل ما ندخل على افريقيا. وده كان مهم جدا. وكنا متعهدين احنا كلنا كلاعيبه في النادي وفي اوضه اللبس
ان احنا لازم يا رجاله ان شاء الله في ايدينا، الحمد لله ربنا كان مسهل الدنيا ان احنا نقدر ان احنا نخلص الدوري بدري، هيفرق معانا جدا. وده يمكن اللي كان مخلي اللعيبه كلها عندها هدف واحد، ان احنا كل ماتش حياه او موت بالنسبه لنا، الماتش كاس لازم نكسبه، وده اللي طبعا اللي كان بيدينا حافز. وزي ما انا قلت يعني وجودنا في النادي الاهلي واي ماتش بنلعبه اذا كان لو ودي، عايز اقول لك يعني ماتش يعني الماتشات الوديه او الماتشات مثلا اللي بيننا وبين بعض يعني اكاد نكون بهمه ببعض، بس طبعا في الملعب يعني. فطبعا يعني وجودنا في النادي الاهلي بيدينا حافز وبيدينا دفعه معنويه كبيره، ومفيش شك طبعا ده فرق معانا بشكل كبير الحمد لله، وقدرنا ان احنا نحسم الدوري بدري. ودي فعلا حاجه مهمه، لانه الفتره اللي جايه بقى بنقول دايما انها فتره التحضير بقى لافريقيا، يعني انه حتى دايما احنا كاعلام بنقول انه فايلر براحته الفتره اللي جايه يجرب اللي هو عايزه ينزل اللي هو عايزه، لانه خلاص هو عايز يشوف التشكيل المثالي اللي ممكن يلعب بيه مباراه الوداد، لانها مباراه مش سهله يعني، اكيد نص نهائي افريقيا مع فريق مغربي، واكيد بس بنتمنى باذن الله طبعا توفيق للنادي الاهلي يوصل للنهائي وكمان ناخد البطوله باذن الله. كابتن، اول ما بدات كده تلعب كوره انت من بني سويف صح؟ اول ما بدات تلعب كوره كده كنت متخيل انه هيجي يوم من الايام انه هتبقى من اكبر لاعبي النادي الاهلي وبتكسب الدوري مع النادي الاهلي وفي افريقيا وباذن الله بطوله افريقيا اللي جايه تشرفونا جدا، ده كان حلم ليك وكنت متخيل ان ده هيحصل في يوم من الايام؟ لا في البدايه طبعا لا، ما اعتقدش ان الواحد كان يعني بيفكر بالشكل ده، لان في الاول وفي الاخر احنا واحنا صغيرين احنا بنلعب يعني، كل الناس بتلعب كوره، كل الناس بتحب انها تلعب كوره، لكن يمكن كل واحد وشخصيته، كل واحد بيكون عنده مثلا هدف يعني بنمشي بالتدريج يعني اهم حاجه بناخد السلمه واحده واحده. ما ينفعش ان انا اكون لسه في اول سلمه ابص العاشر سلمه مثلا، لازم نمشي بالتدريج، وده الحمد لله النهج اللي انا كنت ماشي عليه، ان كل فتره زمنيه باخدها بوقتها، والحمد لله ربنا كان موفقني بشكل كبير جدا، وانا بشكر وبحمد ربنا الحمد لله، وبشكر طبعا الناس اللي وقفت جنبي بشكل كبير يعني من بدايه من اهلي طبعا، ابويا وامي واخواتي واهلي كلهم وولاد منطقتي في بني سويف، ومدربين على مدار مراحل الناشئين كلها، مش عايز طبعا اذكر حد عشان ما انساش حد ومحدش يزعل مني، فكلهم بشكل كبير بصراحه يعني فرقوا معايا الحمد لله في مشواري. وكل زي ما بقول كل فتره الواحد بيبص وحلمه بيكبر عن الاول، وده الحمد لله اللي انا حاطه قدامي، ان اول لما اوصل للهدف ده لا في لسه كمان هدف اكبر منه، بس الحمد لله يعني ربنا بيوفقني واحده واحده، والحمد لله ان انا في يوم من الايام كنت موجود او موجود لسه في النادي الاهلي، شيء كبير جدا بالنسبه لي وشرف كبير ليا ولعيلتي ولاسرتي. طب وبالنسبه لعيلتك واسرتك اللي بيدعموك ممكن تقول الو؟ 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 ايوه حبيب قلبي اهلا حبيبي ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ ازيك يا قلبي، ربنا يسعدك يا حبيبي والف مبروك على الدوري ربنا يبارك لكم كلكم يا رب. ربنا يخليك يا ست الكل، ربنا يكرمكم كلكم شر الاصابات يا رب. متفاجئ يا احمد؟ انا ما اعرفش والله. برحب بحضرتك منورانا الحقيقه في برنامج السادسه. منورانا والف مبروك على الدوري، وعايز اعرف منك كده شايفه دلوقتي كابتن احمد الشيخ ازاي يعني؟ احمد ربنا يكرمه يا رب وربنا ييسر الامور، وطبعا بمسانده الجماهير الاهلي دي الفترة اللي فاتت دي، وهو الحمد لله رب العالمين بيشتغل على نفسه كويس ودايما عايز يبقى متألق اكتر واكتر علشان خاطر النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. طبعا تعبك وهو صغير حضرتك يعني، يمكن في مشوار كرة القدم ده بقى الحماس والدنيا بتبقى صعبة وعايز يطلع بدري، كل ده كان تعبك؟ لا احمد ما تعبنيش ولا حاجه، هو كان عنده طموح والحمد لله ربنا كرمه وربنا يسر له الامور وربنا نور له باله الحمد لله. الاول ما جه كده قال لكم هو صغير ان هو عايز يبقى لاعب كره قدم، كنتوا متقبلين الموضوع ولا كان في رفض؟ لا طبعا كنا متقبلين الموضوع، وكان بيروح النادي هو واخوه، ربنا كان كرمه، هو دايما كان عنده طموح وكان عنده امل ان شاء الله ان هو يبقى حاجه.
كان بيحب كرة القدم بس، ما كانش فيه أي هوايات تانية؟ لا لا لا، هو أحمد ما فيش حاجة، هو كان يروح النادي يلعب ويجي بس، يعني ربنا يصلح حاله يا رب، يصلح حال الجميع، وربنا يبارك فيهم كلهم، وألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، وألف مبروك على الدوري. الله يبارك الله لك يا يبارك في حضرتك. غير كرة القدم، كان مشواره ازاي في الدراسة؟ كان عامل ايه؟ عايزين نعرف من حضرتك على الهواء. ليه الإحراج ده بس؟ معلش، هو برضو كان مهتم بدراسته وعايز يبقى في الكلية وكده ويكمل، عشان عايز ما فيش حاجة تعطله عن التمارين وعن النادي وعن تألقه. ربنا يسعده يا رب ويصل له كل أمر عسير ويحافظ عليه، وربنا يهدي سره هو ومراته يا رب. يا رب. طب قولي لنا كده حضرتك، يعني موقف ما تنسيهوش لأحمد معاكي. هو أحمد أنا عمري ما أنسى أي موقف ليه معايا، أحمد ربنا يحافظ عليه، هو أحمد كل حياتنا أنا وأخواته، فهو كل حاجة لينا في الدنيا كلها، ربنا يبارك له يا رب. طب أجيب لحضرتك هدية بمناسبة بطولة الدوري؟ هو على طول بيجيب لي، وهو أجمل هدية من ربنا. ربنا يا رب يحفظه ويخليه لك يا رب، يخلي حضرتك ليه. من الواضح ان انت مسيطر، يعني ما بتطلعش اي اسرار. لا كبير بقى لا هو يعني امي وابويا بصراحه تعبوا معايا جدا من صغري، وبقول لهم ربنا يخليكوا ليا ودايما في ظهري، هم واخواتي وزوجتي. فانا طبعا يعني مبسوط ان الحمد لله ربنا رزقني باب وام واخوات واهل وزوجه واهل زوجه بالشكل ده، يعني الحمد لله. الحمد لله ربنا يخليهم لك ويحفظهم لك. بس برضه يعني هي بتقول ان كل المواقف حلوه، انت لازم تحكي لنا موقف كده ما نعرفوش عنها معاك. لا والله. لا بص، هو ممكن يعني كان اللي بيحصل مثلا، لو طبعا ما فيش ولد او بنت ما اتضربوش من أيوة من أيوة مامتهم، طلع يعني طلع. او من باباهم. لا ده انا دي حاجه ما تعبت ما تعبنيش يعني. ف يعني مثلا وانا صغير كان لو عملت حاجه غلط او حاجه كانت مثلا تيجي تضربني اقول لها ابعدي عن رجلي، اهم حاجه رجلي، اهم حاجه الكوره. ابعدي، بص اضربي في اي مكان تاني مستقبلك. طبعا يعني لا انا عشان ننزل نلعب في الشارع ما كنتش اعرف طبعا ان ربنا هيكرمني من واسع كده، يعني الحمد لله. وكانت ايديها خفيفه ولا تقيله؟ طبعا انت عارفه الامهات برضو مهما تضرب يعني الموضوع بيبقى مختلف عن الابهات يعني. اكيد طبعا. طب يعني حضرتك احمد كده كان وهو صغير ممكن نقول عليه شقي مشاغب ولا لا 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 مش متعب؟ مش مشاغب ابدا ولا لا، هو بس كان يروح يلعب بلاي ستيشن ويسهر، كنت انا اضرب يقول لي ابعدي عن رجلي، الا رجلي. كله الا المستقبل. بس كنت متوقعه برضو انك تشوفي احمد في المكان ده في يوم من الايام؟ يعني دلوقتي احنا بنتكلم على لاعب كبير قوي في اكبر نادي في افريقيا مش بس في مصر، والحقيقه متالق بشكل كبير قوي، والجمهور بيحبه جدا وبيمدح فيه بطريقه كبيره قوي، واكيد كل ما بتقابلي حد بيقول لك قد ايه ربنا يبارك في ابنك وابنك حاجه كبيره ومشرفه. كنت متوقعه انه في يوم من الايام كابتن احمد الشيخ يوصل للمكانه دي من وهو صغير؟ هي كل الناس بتدعي لاحمد فعلا، وربنا يحبب في خلقه كمان وكمان يا رب. بس هو لان احمد كان عنده طموح مع حضرتك، كان على طول يسافر اي ما يكون في تمارين في مكان، في مثلا اي نادي كان لازم يسافر ويروح، في اختبارات في اي مكان لازم يسافر ويروح، وكان يروح لوحده كده، يعني المهم ان هو يروح كل الاختبارات، وبرضه كان عنده امل وبس، وكان بيقول يا رب. فالانسان طالما بيقول يا رب وحاطط امله كله على ربنا، ربنا بيكرمه. صح. طالما الانسان ماشي بما يرضي الله وتحت سقف ربنا، عمر ربنا ما بيضله ابدا. لحد النهارده بتتفرجي على كل الماتشات؟ طبعا. ولما بيتصاب قلبي انا عايزه بقى اسالك قد ايه ده ضغط عليكي كأم؟ يعني لما حد لو وقع في الملعب مش لازم اصابه قويه، بتبقي عامله ازاي؟ لا قلبي بيقع معاه، يعني اي حركه اقول ليه، طب كده ليه تضربوا بعض في الملعب، طب بالراحه العبوا بالراحه. ربنا يسترها عليكم كلكم، يعني بصراحه يعني كتر خير ربنا يخليك اتفرج على ابنها. ربنا يخليكي. يعني طب ولما لما كابتن احمد بيكلمك كده قبل اي ماتش مهم او بطوله مهمه بيقول لك ايه؟ ادعي لي، اقول له ربنا يوفقك يا حبيبي يا رب. هو بيتكلم على قد ايه بجد حضرتك يعني داعمه ليه طبعا من وانت صغيره، وقد ايه دعواتك بتفرق معاه؟ هو نور عين يا احمد، ربنا يبارك فيه يا رب ويخليه، واحمد حنين علينا وعلى اخواته، ربنا يا رب يسترها عليه ويحنن قلب ولاده عليه كده يا رب زينا كده يا رب.
زي ما هو حنين كده يا رب، ربنا يكرمه. تقول والدتك ايه يا احمد على الهواء؟ لا مهما اتكلمت طبعا مش هديها حقها، يعني هي ووالدي واهلي كلهم مش يعني مش هديهم حقهم صراحه، لان هم الحمد لله ربنا رزقني بيهم وربنا يخليهم ليا، واتمنى كده ان انا افضل في اعلى مكانه واساعدهم دايما يا رب ان شاء الله. يا رب. بشكر حضرتك جدا بجد، كنت منورانا وربنا يحفظ لك كابتن احمد وتشوفيه دايما في احسن مكان يا كابتن. يعني حلوه المفاجاه دي، انا والله مكلمها اصلا من شويه، هي تعبانه ربنا يشفيها، عندها شويه برد، فلسه مكلمها من شويه، ما والله ولا قالت لي ولا اي حاجه يعني. شفت احنا هنفاجئك على طول. كنا بنتكلم كابتن يمكن على دعم الاسره ليك ومشوارك في كره القدم، بس برضه خليني اسالك سؤال مهم، انه في الفتره دي مش فتره النادي الاهلي، لا من اول ما بدات تلعب كوره، واجهتك يعني صعوبات ممكن تكون بتواجه ناس كتير؟ ليه بسالك السؤال ده؟ لانه في دلوقتي اطفال بيتفرجوا علينا كل حلمهم ان هم يبقوا لاعبين كوره، وبالنسبه لهم كابتن احمد الشيخ قدوه، لكن ممكن يتقال لحد انت ما بتعرفش تلعب كوره، انت ما تنفعش انت، وده حصل مع لعيبه كبار جدا دلوقتي متالقين يعني منهم. حصل معايا وحصل مع ناس كتير يعني. عايز اعرف منك حلو ده. حلو السؤال ده، يعني حقيقي على السؤال ده، لان بجد فعلا في ناس كتيره انا بشوفها وبيحبطوا بشكل مش طبيعي مع اول دروب في حياتهم، او مش بس الكوره كمان يعني في اي حاجه، خلاص بيقعوا بيستسلموا. فانا بالنسبه لي انا يعني عاوز اقول كلمه انا طبعا، وانا تعبت في حياتي جدا، وعايز اقول ان مهما يعني مهما الناس او اللي حواليك بيقولوا لك انت وحش، لا انت خلي عندك ثقه في ربنا وثقه في نفسك، وتعب واشتغل، ولو عندك حلم وهتوصل له، ولازم يكون عندك طموح، ولازم تتعب، اهم حاجه لازم تتعب. يعني ما فيش حد يستسلم لو يعني مثلا انا رحت اختبارات كتيره جدا. عايز اعرف منك يا كابتن، يعني في مواقف حصلت، انه بمناسبه ان والدتك كانت معانا، في مواقف حصلت انه رحت لها في مره معيط او متضايق من وانت صغير، انه حد قال لك انت يا ابني انت مالكش فيها، انت لان شفناها بتحصل، يمكن محمد صلاح نفسه اترفض قبل كده من نادي الزمالك او ما لعبش في نادي الزمالك، لعيبه كبيره قوي حصل معاها ده. بالظبط بتحصل فعلا، وحصلت معايا بس بشكل تاني، يعني بشكل مختلف شويه، ان انا من صغري يعني طموح ويعني رخم، يعني اي نادي بيعلن عن اختبارات من صغري بروح بجرب، ويعني الحمد لله ربنا رزقني بموهبه، وبحاول ان انا اسعى، وربنا بيقول اسعوا يعني، فالحمد لله يعني مع السعي ده كله ربنا في الاخر وفقني. يعني في الاول طبعا في بدايه حياتي طبعا كنت بروح الاختبارات، وكان طبعا بيبقى فيه حاجه اشتراكات، بتبقى طبعا موضوع يعني بسيط، كان بنملى استماره ومش عارف ايه والكلام ده كله، بننزل الاختبارات طبعا ألوفات العدد، ناس كثيره بتتظلم، حتى يعني لو في لعيبه امكانياتها كويسه مش هتقدر ان هي تظهر. كنت وقتها ان انا ما بترفض او ما بقبلش يعني، لكن كنت بستنى لنادي تاني او اختبارات، او نفس النادي برضو في اختبارات في وقت تاني كنت بروح. ممكن سمعت تعليقات سلبيه ولا لا؟ كتير. انا يعني زي مثلا وانا في سني يعني كان عندي 12 13 سنه، كان جسمي ضعيف جدا، وكنت قصير يعني الطول ده الحمد لله بعد 14 سنة كده بدأت ان انا اطول. كان الناس انت لعيب يعني، بس لا مش هتنفع، انت قصير، انت مش مناسب للفرقة يعني، وهي بتبقى تعليقات زي كده يعني. بس طبعا كنت بتتعامل ازاي وقتها؟ بزعل طبعا وبقعد اعيط. قال له ده غير لما دلوقتي عندك 28 سنه، لو سمعت اي حاجه عادي. طبعا الموضوع بيبقى مختلف يعني، الواحد وهو صغير ما مش مدرك اي كلمه بيسمعها بتضايقه بيزعل، ف
فطبعا كنت بزعل وكنت بعيط مع نفسي، ولما بفتكر طبعا الحاجات دي بتضايق. لكن الحمد لله زي ما انا قلت لك ان انا عندي هدف لازم اوصل له، والحمد لله ان انا قدرت ان انا ربنا وفقني فيه طبعا مع مساعدة الناس ليا. الحمد لله قدرت ان انا ربنا وفقني وكرمني، وده اللي انا عايز اقوله للناس، ان الناس كلها اذا كنت لسه سنك صغير رحت كذا اختبار ما قبلتش، لا اسعى وجرب تاني وجرب في مكان تاني، يمكن ربنا رازقلك الخير وشايل لك الخير في مكان تاني انت ممكن ما كنتش بتفكر فيه اصلا. يعني صح، قد ايه الكلام ده مهم جدا يا كابتن احمد، لانه زي ما قلت لك في ناس بتتفرج وده بيديها امل كبير، انه ده كابتن احمد الشيخ نفسه اتقال له قبل كده انه لا ومش هتنفع وكده، لكن زي ما انت بتقول فعلا كل اللي بيسعى اكيد ربنا بيكرمه. لسه كلام كتير قوي مع كابتن احمد الشيخ، لكن بعد الفاصل. برحب بحضراتكم من جديد، ولسه منورني كابتن احمد الشيخ. كنا بنتكلم يا كابتن قبل الفاصل على اكتر لعيبه قريبه ليك الفتره دي من النادي الاهلي، يعني اللي في مواقف كده بينكم في الكواليس ما حدش يعرفها، الجمهور ما بيشوفهاش. يمكن احنا اللعيبه كلها تقريبا يعني قريبين من بعض، ده باين واضح جدا. بالظبط، ودايما بنحاول ان احنا نكون متجمعين اكتر وقت ممكن مع بعض في المعسكرات وخارج المعسكرات كمان. لكن بالنسبه لي انا يمكن عشان قديم في الفرقه، وكمان اللعيبه اللي موجوده معايا من موجودين معايا من 6 سنين برضو في النادي، الاقرب ناس ليا حسين الشحات وايمن اشرف ووحيد وقفشه ومروان وحمدي فتحي والسولية، دول يمكن اكتر ناس قريبه ليا حكم يعني طبعا العشره في الملعب يعني. وايه الكواليس اللي مع كابتن ايمن اشرف وما نعرفهاش؟ عايز اقول لك، هو ايمن يعني الصديق على طول في الاوضه، على طول مع بعض طبعا قبل الكورونا، دلوقتي كل واحد في اوضه. والحمد لله انا مبسوط يعني، مبسوط ان ليه بقى؟ ما انا عايز اعرف مبسوط ليه. ايمن 24 ساعه نايم يعني، احنا البروجرام بتاعنا بتاع المعسكر بيكون فطار مثلا الساعه 10، الغدا الساعة 2، مثلا في ميتنج او حاجة، كل يعني كل فترة زمنية بينا وبين بعض ايمن نايم. يعني هو بجد والله، يعني احنا اصلا بننام بدري، بننام الساعة 12 اخرنا، بنصحى يعني الساعة 9، 9 ساعات نايمين. يعني ده اعتقد ان هو كفاية. يعني انا ما بعرفش انام تاني، يعني انا من النوع اللي بصحى ما بعرفش انام، هو على طول صعب نايم جدا. لكن هو بقى بيصحى ونروح نفطر ونرجع نايم، نروح نتغدى ونرجع نايم. طب انت هتصحى امتى يعني؟ هتقعد معايا امتى يا ابني؟ فهو دايما نايم. لكن طبعا ايمن شخصيات محترمه طبعاً، اللي انا بحبها طبعا. وهو ما شاء الله الفتره دي مش بشكل كويس، لان هو فتره ما فيش غيره اصلا يعني، هو تقريبا يعني كل اللي لعب جنبه. ليه تفتكر ليه؟ خلص على اللعيبه كلها. مش عارف والله، هو قادر بقى يعني، هو كل اللعيبه يا عيني اللي بتلعب جنبه او اللي بتلعب في مركزه يا عيني، الله الله يعينهم يعني، مصاب اللي مصاب واللي بيطرد. حتى كابتن احمد فتحي ماتش الاتحاد نزل مساك، نزل جنبه ما كملش 10 دقايق وطلع طرد. لا مش عايزين نحسده كابتن، المكان ده فيه حاجه مش عايزين نحسده. طيب كابتن، عايزين بقى اكيد الجمهور كله بيفكر ازاي اللعيبه دلوقتي بتستعد لافريقيا، استعداداتكم بقى لافريقيا الفتره دي بعد حسم الدوري بدري جدا، وانت قلت انه كان هدف ان احنا نحسم الدوري بدري عشان بقى نستعد لافريقيا، وكويس انها تاجلت علشان يبقى في فتره اكبر. بالظبط، يعني احنا السيزون ده الحمد لله الدوري خلاص خلصناه، قدامنا لسه في كاس مصر وافريقيا، الهدف الاكبر طبعا هو افريقيا. خلاص من بكره ان شاء الله التمرين هنبدا نستعد باذن الله. طبعا عندنا ماتشات دوري اكيد هنركز فيها، لان قدرنا في النادي الاهلي كل ماتش لينا بطوله في اي وقت وفي اي زمن. لكن طبعا هيكون في اريحيه بشكل كبير، اللعيبه اللي هي لعبت قبل كده كتير، بتلعب كل 3 ايام 90 دقيقه، هتقدر ان هي تاخد يعني قسط من الراحة وتقدر ان هي تريح شوية، اللعيبة المصابة تبدأ ترجع. جهاز الفني الفترة دي كمان
يفكر بقى ان هو يشتغل ازاي الفترة اللي جاية بإذن الله، لحد ما اكيد طبعا يعني لازم يكون داخلين على ماتش الوداد، ماتش صعب قدام فرقة صعبة طبعا، لكن اكيد الجهاز الفني بيفكر بشكل كبير ازاي ان هو يستعد لماتش زي ده، واحنا كلعيبة ان شاء الله يعني مستعدين، وباذن الله هدفنا ان شاء الله ان احنا ناخد افريقيا باذن الله السنه دي. باذن الله. ايه اكتر تعليمات يمكن فايلر، مستر فايلر مركز عليها معاكم الفتره دي؟ كان قبل كده طبعا كان الدوري، كان مهم جدا ان احنا نحسم الدوري بدري، دي يمكن كان كل كلامه الدوري، خلص الدوري بدري، خلص الدوري بدري، ده كان كله كلامه بشكل كبير. اعتقد بقى خلاص الحمد لله الدوري خلاص خلص، والفتره اللي جايه كل تركيزنا هيكون على افريقيا يعني، فاكيد هنشتغل بشكل كبير وهنركز كلنا في ماتش الوداد باذن الله. الراجل ده ممكن نقول بنتعامل بيتعامل نفسيا كويس قوي مع اللعيبه، يعني دايما كانت في اخبارنا الفتره اللي فاتت غير المحاضره الفنيه غير التدريب، فايلر قعد مع كهربا 10 دقائق يتكلموا، مع احمد الشيخ يعني حتى كنت بقعد 10 دقائق بيتكلموا، قاعدين بيتكلموا في ايه؟ ايه التعليمات اللي كان مركز عليها معاك لما بيقعد يتكلم حتى في الحته النفسيه غير الفنيه؟ كان بيبقى التواصل ازاي؟ كان الدعم النفسي هو ازاي؟ كان بيشكله ازاي او بيتكلم معاكوا ازاي؟ بس هو دايما بيقول لنا يعني انا معايا دكتوراه او دارس سوشيال ميديا ودارس الصحافه والكلام ده كله، فهو بشكل كبير بيوصل لنا ان ما تسمعوش لنقد مثلا الناس، لنقد الجمهور، لنقد الصحافه الاعلام الكلام ده كله، دايما هو بيركز على الحته دي، لان احنا دلوقتي في عصر السوشيال ميديا وكله بيتابع وكله بيشوف اللي بيتقال وايه اللي الناس بتقوله، ف يعني في شخصيات اكيد ممكن في ناس بتسمع وبتتاثر، هو اهم حاجه عنده النقطه دي ان ما حدش يتاثر بالكلام ده، احنا اهم حاجه نكون تركيزنا معاه هو شخصيا. هو بيقعد مع اللعيبه كلها تقريبا، يعني كل اللعيبه قاعد معاها وبيتكلم معاها، على طول بيتكلم في ان لو مثلا بيتكلم معانا شخصيا بيقول لي مثلا لازم تدوس في كذا، تعمل كذا، لازم تشتغل في حاجه، تزود حاجه، الماتش الجاي مثلا هتعمل كذا، هنشتغل، هو دايما بيتكلم فنيات ونفسيا طبعا. كون ان المدرب بيقعد مع اللعيب وبيتكلم معاه دي كبيره جدا طبعا، حتى لو اللعيب ما بيلعبش طبعا، يعني انا كواحد مثلا ما بلعبش لو لقيت الجهاز الفني ما بيتكلمش معايا او ما بيقوليش انت الاسباب اللي انا ما بتخلينيش العب، فاكيد طبعا هتضايق ويعني هفلت منك يعني، لو احتجتني بعد كده مش هتلاقيني لان انا صح. خلاص، لكن مهم جدا طبعا المدير الفني يكون بيتكلم مع اللعيبه كلها، مع ال 30 لعيب اللي موجود في الفريق، مقرب اللعيبه كلها من بعض، مقرب اللعيبه كلها منه هو شخصيا. فكره التواصل مع مدرب اجنبي بتبقى اصعب بالنسبه لك؟ لا ما اعتقدش، لان هو في الاول طبعا هو لو الدنيا غريبه عليه في الاول، مع الوقت خلاص يعني، هو حتى قال لنا قبل كده يعني، قال لنا كان قبل طبعا قبل الكورونا والكلام ده، كان لسه ما كملش شهرين ثلاثه في النادي، قال لنا يعني، قال لنا انا طبعا انا لسه جديد وهاخد وقت عقبال ما اتعود عليكم وتتعودوا عليا، وده فعلا ده اللي كان حاصل. الوضع اختلف تماما دلوقتي يعني، حاليا دلوقتي خلاص احنا دلوقتي عارفين ايه وهو بيتكلم هو يقصد ايه، هو بيبص صح. هو يقصد ايه، فده صح. طبعا بتفرق جدا يعني، المعاشره والوقت الكبير مع الفرقه بتفرق طبعا اكيد. طب خلينا بقى نتكلم عنك شويه كده، هل بتفكر يعني من طموحك الاحتراف بره؟ ولو ده ايه الدوري اللي بتتمنى تلعب فيه؟ اكيد طبعا يعني اللعيبه كلها يعني كله بيفكر في الاحتراف طبعا، طبعا احنا موجودين في نادي كبير ونادي يعتبر هو احتراف، لكن ما فيش شك طبعا يعني الدوريات مثلا زي الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، والدوريات الكبيره دي طبعا اي حد يعني عنده طموح وعنده حلم ان هو يلعب في الدوريات دي،
وكمان احنا شايفين يعني امثله تألق عدد من اللعيبه المصريه طبعا، امثله كتير جدا زي محمد صلاح وتريزيجيه وحجازي واحمد حسن كوكا ولعيبه كتير طبعا يعني، والمحمدي طبعا طبعا. ففي لعيبه كتيره امثله مشرفه وامثله ناجحه، فنتمنى ان احنا لو هتقولي دوري بعينه يعني بنحلم دوري بعينه الاسباني يعني. الاسباني برشلونه ولا ريال مدريد؟ لا انا ميسي يعني، هو ميسي مكان ما هو يكون موجود انا هشجع. كنت متابع ازاي ميسي ان هو خلاص هيمشي من برشلونه؟ انا عايزه يمشي والله والله. انا عايز عشان الفريق الفتره اللي فاتت ما كانش لا حلو. هو ما فيش حد في الفريق يعني، يعني هو يعني هو لوحده صح بجد يعني، هو الموضوع صعب جدا. لا. بتشوف ازاي فكره فعلا ان فريق يبقى قايمه على لاعب واحد، انه لو ميسي في المود برشلونه هيكسب، لو طبعا مع احترام للعيبه تانية كتير في برشلونه، لو مش في المود بنشوف انهيار. وشفنا بقى مباراه بايرن ميونخ، اتفرجت عليها يا كابتن؟ طبعا. عملت ايه؟ لا الماتش ده كان وقتها كنا بنلعب ماتش، بس انا ما لعبتش الماتش ده، كنت مصاب. فكنت بتفرج على الموبايل على برشلونه وعلى التلفزيون على علينا احنا يعني على النادي الاهلي، كان ماتش الاهلي والانتاج. ولا وشايف انا حاسس انا بحلم يعني، حاسس ان الاجوان دي بلاي ستيشن او في حاجه غريبه، في حاجه مش مظبوطه يعني. بس كون ان طبعا زي ما قلتي ان الفريق او الجهاز الفني يعتمد على لاعب واحد، فده طبعا شيء مش ما ينفعش، لان ايد واحده طبعا مش هتسقف يعني، استحاله. يعني كره جماعيه صح، هي مش لعبه فرديه صح. طبعا هو بيصنع الفارق ولاعب كوكب اخر ولاعب مش طبيعي، لكن مش لوحده يعني، هو برده مش هيعمل كل حاجه لوحده، مش هيدافع لوحده، مش هيباصي لنفسه ويروح يجيب جون صح. فاكيد طبعا محتاج العشر لعيبه اللي موجودين معاه يكونوا طبعا على اعلى مستوى. يعني نقدر نقول ان من وانت صغير كان مثلك الاعلى في الكوره هو ميسي. مين تاني مثلا من اللعيبه بتحبهم؟ انا بحب كريستيانو برضو، بحبه جدا، بس بحبه كشخصيه كريستيانو يعني. بحب الاجتهاد. طريقه تفكيره بالظبط، طريقه تفكيره، طريقه ان هو بياخد بطوله بالظبط، ياخد بطوله النهارده تاني يوم تلاقيه في الجيم بيتمرن، في الملعب بيتمرن. انا بحبه جدا يعني، بحب يعني عقليته جدا، وبحاول ان انا يعني اساعد نفسي من اللي انا بشوفه ان انا اشتغل على الجوانب دي يعني. طب ليك يا كابتن برضو الجمهور يحب يعرف وبيسال، ليك طقوس معينه قبل المباراه، وتحب تسمع مزيكا معينه، تعمل حاجه معينه، تصلي زي ما كنت بتقول يعني؟ لا بالنسبه لي يعني الحمد لله رب العالمين، محافظ على ورد من القرآن كده والأدعية بقوله يعني قبل كل ماتش من أيام مقصة. والحمد لله يعني ده دايما بحطه كده، إن خلاص يعني بقراه وإن شاء الله وبدعي ربنا هيكرمني بهدف أو هنكسب، بتبقى عارف. فالحمد لله يعني ربنا بيوفقني يعني. الحمد لله. إيه أكتر لحظة مش بتنساها ليك مع النادي الأهلي؟ يعني في لحظات كتير حلوة أكيد، بس في حاجات كده لما تفتكرها بتبقى مبسوط ونفسها تتكرر. يمكن انا ربنا موفقني وكنت محظوظ في 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 في, في ماتشين، قدام ماتش قدام اي سي روما وماتش قدام اتلتيكو مدريد. يعني الحمد لله كان ليا نصيب ان انا ماتش روما ان انا احرز الهدف الرابع، هدف الفوز في الدقيقه اخر ثانيه، دقيقه 92 تقريبا. وماتش اتلتيكو برده الحمد لله جبت جون، فيمكن الحمد لله محظوظ بالظبط يعني. كل ما افتكر الحاجات دي او كل ما انا اشوفها كمان على السوشيال ميديا او على التلفزيون، الاهداف بتتعاد او في اي مكان، بكون مبسوط طبعا. بتبقى اصعب لحظات حياتي أكيد. لما اكون موجود في النادي الاهلي مع نادي كبير وقدام انديه عالميه يعني. اكيد طبعا. طب ايه اهداف حاططها قدامك كده لسه ما حققتهاش؟ يعني انا حققت كذا ولعبت في الاهلي وخدت افريقيا بس أنا او الاهم يعني دلوقتي. انا الحمد لله رب العالمين يعني 4 دوري واثنين سوبر، والحمد لله يعني لسه ما كملتش 6 سنين في النادي طبعا. فاللي ناقصني واللي ناقص الجيل اللي موجود دلوقتي، يمكن الجيل اللي موجود دلوقتي ما فيش حد من اللعيبه خد افريقيا غير لاعب او اثنين، فهيكون مهم جدا ان احنا ان شاء الله ناخد بطولة افريقيا الموسم ده باذن الله. باذن الله يا كابتن، والحقيقه انتوا دايما مشرفينا وشرفتونا في الدوري وشرفتونا الحقيقه بالاداء وبالنتيجه، واكيد باذن الله هتشرفونا في افريقيا واحنا واثقين من ده. عايزه بس منك يا كابتن احمد
كلمة لجماهير الأهلي قبل ما نختم. أول حاجة طبعا بنشكرهم نيابة عن لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني وكل المسؤولين الموجودين في النادي، بنشكرهم ودايما هم دافع لينا ودايما هم سند لينا، وأتمنى أن هم يكونوا على طول مساندين لينا ومساندين للعيبة وفي ظهر اللعيبة دايما كعادتهم، وبإذن الله بإذن الله يا رب يعني كلنا متعادين في النادي بإذن الله ان احنا ناخد بطولة افريقيا ونساعدهم بإذن الله السنة دي ان شاء الله. بإذن الله يا كابتن، وبجد نورتنا، وانت لاعب كبير ولاعب مؤثر، ولما بتكون في الملعب فعلا بتغير شكل المباراة. بشكرك جدا انك كنت معنا، وبشكر حضراتكم الحقيقة على المتابعة. وكمان لسه معنا كابتن رامي ربيعة بعد الفاصل مع زميلي احمد سمير.